ومعنا من عمان الدكتور رحيم الكبيسي، أستاذ القانون الدولي، للحديث عن الأموال المنهوبة من العراق وعدم تحرك السلطات الحكومية لاستعادتها أو مقاضاة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد والمشاركة بتهريب الأموال للخارج. أهلا وسهلا فيك دكتور. تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يقول إن الأموال المسروقة منذ عام 2006 بلغت أكثر من 360 مليار دولار. ما الذي يمنع الحكومة في بغداد من المضي في تحقيقات شفافة لكشف سراق المال العام ومحاسبتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا المجلس شكل في ظل حكومة عادل عبد المهدي، وكثير من لجان رقابية، ونقول عندما تكثر اللجان الرقابية ستكون حرب في هذه الحالة. لكن استطيع ان اقول لك الصحفي الامريكي في اللي اسمه روبرت وورد، نعم، هذا لسه في صحيفه نيويورك تايمز يوم 29 تموز تقريبا، يعني من حوالي 10 ايام مش اكثر، يعني هذا عندما يقول يعطي بالتفاصيل ما يجري من سرقه وفساد اداري ومالي، ويشير الى انه اكثر من 125 او 150 مليار دولار يمتلكها عراقيين في الخارج تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني، وقد تصل هذه الأرقام كما يشير المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى 300 مليار. حقيقة دخل الميزانية العراقية من 2003 إلى يومنا هذا أكثر من 1500 مليار، ولا يوجد شيء على الخارطة العراقية يوحي بأن هناك صرف شيء معين، يعني نعم. لا بنية تحتية، لا كهرباء، لا ماء، لا أبدا يعني. إذا تقاسمت هذه المجموعة التي جاءت مع الاحتلال في 2003، تقاسمت هذه الأموال حتى المناصب الوزارية بيعت، والكل يعرف ما لا يجري في هذه الحالة. نعم. يعني هذا نفس الصحفي اللي أقول لك عريق قبل قليل أعطى أمثلة على الفساد المستشري في هذه. نتذكر جيدا وزير الصحة الذي استقال علاء العلوان وذهب إلى جنيف عندما رأى بأم عينه مزيد من الفساد في وزارة الصحة التي تعاني الآن من جائحة الكورونا في هذه الحالة. نعم. طيب دكتور يعني هناك في الحقيقة كثير من القضايا والزوايا التي لابد من التطرق إليها، منها مثلا الهيئات الاقتصادية التابعة للكتل السياسية المتنفذة والكتل البرلمانية، هذه أيضا كان لها إسهام بالاستحواذ على المال العام واختلاسه. إلى أي مدى فقد العراق شكله كدولة جراء هذه الأعمال؟ هو لا تستطيع أن تقول هناك دولة، تستطيع أن تقول هناك مجموعة استحوذت على بنك لا تعرف من الإدارة شيء ولا تعرف من الحكم شيء، وإنما هذه المجموعة جاءت لتسرق فقط، جاءت لتقتل ولتسرق. فمن الخطأ أن نسمي ما يجري في العراق بأنه دولة، وإنما مجموعة الأشخاص جاءت هكذا وبدأ. فعندما تقول أن كل حركة سياسية، كل حزب سياسي، كل كتلة معينة لها لجنة اقتصادية، أي لا يوجد عقد تبرمه هذه الوزارة مع إلا أن تأخذ حصتها هذه اللجنة الاقتصادية مقدمة، وبالتالي لا تستطيع أن تحاسب أحد. عندما تقول لماذا لا يحاسب السارق، أعطيك مثل بسيط قريبا جدا، يعني أنت تتذكر تتذكر جيدا الأجهزة التي استوردت من بريطانيا، نعم، لكشف المتفجرات، وثبت للبريطانيين أن هذا الذي أبرم معهم مثل هذا العقد هذا مرتشي وعبارة عن لعب مال الأطفال، وحكم والجانب العراقي لم يحكم أحد، وتم تهريب حسين الشهر الثاني والعيبي اللي كان وزير نفط والثالث، يعني مع كل الأسف حتى القضاء في هذه الحالة قضاء مسيس متواطئ. طيب دكتور، يعني لا أعرف هل هي نقطة سياسية أطلقها النائب أم أنه تعمد ذلك لإثارة هذه النقطة، يعني وهي أثارت السخرية عند المراقبين والمتظاهرين.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر اقترح إجراء صفقة مع سراق المال العام عبر إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم مقابل استرجاع من 80 إلى 90% من الأموال التي سرقوها، وعلى ما يبدو أنه سيسامح في 20%، ونحن نتحدث عن مئات المليارات. ما رأيكم في هذا الاقتراح من أحد نواب الشعب العراقي؟ مع كل الأسف، يعني أولا الجريمة خصوصا الجرائم على المال العام هذه جرائم جنايات وغسيل أموال، وهذه جرائم دولية ليست جرائم. والقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، هذا القانون يلاحق الذين سرقوا المال العام سواء اكتسبوا جنسية أجنبية قبل أو بعد ذلك. إذا هؤلاء لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يعاقبوا أولا، وبعد العقوبة يجب أن تسترد هذه الأموال. نستطيع أن من خلال الانتربول هم أشخاص موجودين صحيح يحملون جنسيات أجنبية وتمترسوا حولها. تتذكرون جيدا عبد الفلاح السوداني الذي سلم مع كل الأسف سلمته بريطانيا ومن خلال الانتربول وجيء به إلى العراق وانتهى العملية لأنه قيادي في حزب الدعوة. إذا هذه ليس الأول ولن يكون الأخير، هم كلهم تقاسموا هذه الكعكة فيما بينهم وبالتالي يأمنون طالما تغطي كل كتلة على الكتلة الأخرى وكل حزب على الحزب الآخر، وبالتالي لا تستطيع أن تجد محاسبة حقيقية أو قضاء ينتصف لإرادة الناس. وربما هذا ما يفسر عدم التوجه للإنتربول الدولي للقبض على سراق المال العام في العراق. هناك عملية تعطيل متعمد على ما يبدو. صحيح، يعني أنت عندما قلت الآن قبل قليل عندما استدعي وزير النفط السابق العيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهر الثاني ومعهم شخص ثالث، تصور خلال ساعة أمام القضاء وأطلق سراحهم بكفالة دون أن يمنعوا من السفر، فسافروا خارج كل له جنسية كندية أو جنسية بريطانية وانتهى العملية، ويعرفون جيدا الأموال التي سرقت. هذه ليس جريمة جنائية فقط وإنما جريمة مالية أيضا إذا إضافة إلى جريمة جنائية. هناك عقوبة تصل إلى 10 أو 15 سنة السجن، وهناك عقوبات تبعية استرداد كل الأموال التي استحوذ عليها هؤلاء. لكن مع كل الأسف لا عقاب، لأن هؤلاء ينتمون إلى 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 حركات سياسية، إلى مجموعات سياسية. وأنا أقول بصراحة الأمريكان ليسوا بعيدين، صحيح نتهم إيران لأن الحكومة، المجموعة هذه عبارة عن مشروع أمريكي، وهذا المشروع الأمريكي لا زال يعتبر الحكومة الموجودة في العراق تنفذ ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2003 التي جاءت مع الاحتلال إلى يومنا هذا. نعم، طيب كيف ساهم فقدان القضاء لاستقلاليته في العراق في تبرئة سراق المال العام، عدم ملاحقتهم، إطلاق سراحهم بعد القبض عليهم؟ يعني وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني قبض عليه الانتربول في لبنان بالفعل، ثم أعيد إطلاق سراحه بعد 8 أشهر من اعتقاله. صحيح. القضاء مع كل الأسف، القضاء في العراق إما قضاء خائفون أو تسيسون. في الحالتين القاضي الخائف لا يستطيع في هذه الحالة، لأنه هذه عبارة عن ميليشيات، وبالتالي إذا ما حكم لصالح الشعب العراقي ربما لا يستطيع أن يبات الليل. أو مسيس، وهي الغالبية مع كل الأسف من القضاة الآن، وقلة قليلة من الذين لا زالوا محافظين على شرف المهنة والقضاء. أنت تعرف أنه القضاء شكرا جزيلا لك دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، كنت معنا من عمان.